أعزائي طلبة المرحلة الأولى، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة لمادة حقوق الإنسان. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هي فكرة حقوق الإنسان في الحضارة الغربية. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن فكرة حقوق الإنسان في الحضارة الشرقية، كان منها حضارة بلاد الرافدين وحضارة وادي النيل. أما اليوم فنبدأ بالحضارة الإغريقية اليونانية لنتعرف على نظام الحكم في اليونان أو كما يقال في أثينا. هناك صور متباينة لأنظمة الحكم فيها، كانت تتسم بالحكم الفردي أي الملكي المطلق، ومن ثم الحكم الأرستقراطي أي الطبقة الأرستقراطية التي كانت تشارك الملك في الحكم، وصورة أخرى هي الديمقراطية. فتجربة الحكم الديمقراطي طبقت في مدينة أثينا، وكان ذلك النظام يقوم على مؤسسات دستورية عدة تتمثل بالآتي: كيف طبق الحكم الديمقراطي في أثينا؟ تمثل في ثلاث مؤسسات: أولاً الجمعية العامة. هذه المؤسسة الجمعية العامة يجب أن تشترط على عدة شروط للانضمام فيها. من يشارك في هذه المؤسسة؟ أولاً تضم كافة المواطنين من الذكور فقط الأحرار الذين بلغوا سن 20. مهمتها تعقد 40 جلسة في السنة، يكون الحضور فيها غير إلزامي. تعد هي السلطة العليا في البلاد. تعرض عليها مشروعات القوانين للموافقة عليها أو من عدم الموافقة عليها. تقوم بمراقبة أعمال الحكومة، وكذلك تقوم بعقد المعاهدات وأيضا تقرير السلام، ومن ثم فرض الضرائب. أما المؤسسة الأخرى فهي تتمثل بمجلس 500، وهو يعد بمثابة اللجنة التنفيذية للجمعية العامة. يعني أن الجمعية العامة هي بمثابة التشريعي، مجلس تشريع اليوم، ومجلس 500 يعد بمثابة اللجنة التنفيذية للجمعية العامة. يتم اختيار أعضائها بأسلوب القرعة من خلال المنظمات المحلية، أعداد مشروعات القوانين، وكذلك اقتراح الضرائب المباشرة، فضلا عن الاختصاصات المتعددة في المجال التنفيذي. أما المؤسسة الدستورية الثالثة هي المحاكم، وتمثل السلطة القضائية في البلاد. يتم اختيار أعضائها من الهيئات المحلية بواسطة الجمع بين القرعة والانتخاب. تتولى الفصل في المنازعات المدنية والجنائية. كذلك تقوم بمراقبة على دستورية القوانين. لاحظ أن النظام الاجتماعي في أثينا كان يتسم على أساس طبقي، إذ أن المجتمع مقسم إلى طبقتين: أحرار وعبيد. وضمن طبقة الأحرار هناك فئة هي فئة المواطنين، تضم الذكور الذين بلغوا سن 20. أما النساء فلم يسمح لهن بالمشاركة في الإدارة حتى وإن كنا من طبقة الأحرار. أما من في الجانب الاقتصادي فقد كانت الثروة محصورة بين أيدي قمة المجتمع الأثيني، وهي تشمل ما يقارب 300 عائلة، في حين كان أكثر أفراد هذه الفئة ذو دخل متوسط أو صغير. أما فكرة حقوق الإنسان في الحضارة الأثينية أو الأغريقية، فالنظام السياسي الذي كان يقوم فيها استبدادي، لا يتفق مع المبادئ الديمقراطية، والأغلبية فيها عبيدا أي كالأشياء بالمعنى القانوني، مملوكين لغيرهم ولا تملك
من نفسها ولنفسها شيئا. أما فكرة حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية، فنظام الحكم فيها كان نظاما ملكيا، ثم تطور وأصبح إلى نظام جمهوري، وأخيرا أصبح نظام إمبراطوري، وولد من رحم هذه النظم حكومات فردية وحكومات أقلية وأخرى شبه ديمقراطية، أي جماعة ما بين هذه الأنظمة التي كانت سائدة فيما سبق وصولا إلى ما عليه اليوم، هي بإمبراطورية رومانية. النظام الاجتماعي فيها هو التنظيم القانوني، اشترط لقيام الشخصية القانونية في الإنسان توافر ثلاث شروط: المواطن يجب أن يكون حرا ومواطنا، أي أن هناك بعض الأحرار كانوا يأتون من مناطق أخرى لكن لا يحق لهم المشاركة، فقط للمواطنين، وكذلك مستقلا. كيف يكون الاستقلال؟ الاستقلال أن يكون ذو أسرة أو من أصحاب الأسر المعروفة في روما. أما القانون الروماني فقد قسم المجتمع فيه إلى أربع فئات: فئة الأحرار وهم المواطنين الذين يتمتعون بكامل الحقوق السياسية والوطنية والمدنية، وطبقة أخرى هي طبقة الأرقاء أي الرقيق، وهو من كان مملوكا لغيره، حق ملكية الرقيق وفقا للقانون حيث لم يكن للرقيق شخصية قانونية وكان يعامل معاملة الأشياء لا معاملة الأشخاص، فهو محل للحق وليس صاحبه، لكن تحسن حالهم وفقا للقانون في العصر العلمي وعصر الإمبراطورية السفلى. الطبقة الثالثة هي طبقة العتقاء، هم الأفراد الذين أصبحوا أحرارا بعد أن كانوا أرقاء، لكن هذا التحرير لا يعني تمتعهم بكل ما يتمتع به الأحرار والأصلاء من حقوق عامة و أي يبقى هناك فرق بأنه كان من الأرقاء ثم أصبح حرا. هنا المشبهون بالأرقاء أي أفراد يتمتعون بوضع قانوني وسط بين الحر والرق، وهم أقرب إلى وضع العبيد من الناحية العلمية، مثلا مثل هؤلاء على سبيل المثال الذين هم المدينون المؤسرون الملحقون بدائنهم، وأخرى حالة أذراً. أما حقوق الإنسان فغياب فكرة حقوق الإنسان عن المجتمع الروماني، إذ كان هناك أسياد وعبيد حيث كانت الدولة هي النظام أما الفرد في خدمة الدولة. أما التطورات التي شهدتها الحضارة الرومانية فقد شرع قانون الألواح الاثنى عشر سنة 451-450 قبل الميلاد، وكانت أبرز غاياته تحقيق المساواة بين الأشراف والعامة، وكذلك ضمان حماية القانون للمواطنين الضعفاء، إضافة إلى تحديد سلطات الحكام. ومن ثم أيضا من التطورات التي شهدتها الحضارة الرومانية هي قانون الشعوب، هدفه كان ينظم العلاقة بين الأجانب والرومان، وكذلك منح بعض الحقوق للأجانب الذين لم تتوفر لهم الحماية القانونية العامة ولا الحماية القانونية الخاصة قبل تشريع ذلك القانون. إلى هنا أعزائي الطلبة تنتهي محاضرتنا، شكرا.